راح يشوف استقبال حلو. هذه لعبة الضرب القوي إلى وين؟ إلى داخل الملعب. برافو المرة هذه بطريقة رائعة جدا من بوليانا راهينوفا أو بولينا راهينوفا. أداء جميل، تعود الكرة سهلة إلى بوليانا. يوه ضرب قوي، ضرب قوي ولامست فيه. هنا لعبة حلوة تعود دائما في مركز أربعة. يا سلام على الإسقاط، نجاح 90 سنتي. شوف الكرة الأخيرة راح نشوف، ولكن القتالية الجميلة من مين؟ من فاليريا كورتينيكو اللاعبة الليبرو 171 سنتي. الدفاع راح نشوف هناك بولينا إلى داخل الملعب. انتهى منتخب الأذربيجاني اللي قدم أداء كبير للغاية. شوف الكرة الماضية. إذا الشوط الأول ينتهي بتفوق المنتخب، انتبه، ولكن الآن بدأ تغيير مجار أو مسار الإرسال. الجمالية 10-6، هذه واحدة من المحاولات. برافو المرة هذه نوفا لاعبة إسرائيل باكو. برافو على الأداء الجميل، برافو على الأداء الجميل. شوف اختيار زاوية الخط، يعني الخط محاولة. برافو محاولة الهروب. وين تذهب الكرة قبل الأذربيجاني؟ إذا 17-14. شوف الكرة الأخيرة إلى داخل الملعب أيضا من مين؟ من بولينا راهينوفا. لاحظ طول القامة، الأفضلية قوية. برافو من أوكسانا دياروفا إلى داخل الملعب. يوم دائما حاضرة في الجانب الأذربيجاني، دائما حاضرة. شوف اللعبة، يا السلام محاولة تعود سهلة، ولكن لمربيجاني 3-1 بداية خارج الشبكة. راح نشوف الملعب المفتوح، الضرب القوي إلى داخل الملعب. شوف التحضير الدفاعي في معاناة كبيرة. شوف اللعبة حلوة، ولكن هي للمنتخب الأذربيجاني. شوف حائط صد فردي، ولكن كانت حاضرة في الوقت المناسب بولينا راهينوفا. نهاية الموسم وهذا شيء جميل جدا. عموما هذه لعبة فيها محاولة ولكن إلى داخل الملعب دائما.